ماذا تعرف عن اليورو الرقمي؟ هل هو عملة مشفرة؟ هل سيعوض التعاملات النقدية؟ تابعنا لمعرفة الإجابة. بداية، يعتبر اليورو الرقمي حاليا أحد أهم المشاريع النقدية في منظمة اليورو منذ اعتماد العملة أو في منطقة اليورو عفوا منذ اعتماد العملة الموحدة عام 1999. ما هو اليورو الرقمي؟ اليورو الرقمي هو مشروع يقوده البنك المركزي الأوروبي، يهدف إلى إنشاء نسخة رقمية من اليورو، وسيتم إصدار هذه العملة الرقمية والتحكم فيها من قبل البنك المركزي الأوروبي، وستكون لها نفس خصائص العملة التقليدية. وعلى عكس ما يعتقده البعض، اليورو الرقمي ليس عملة مشفرة، لأنه لا يعتمد على تقنية البلوكتشين اللامركزية ولا يخضع لتقلبات القيمة، وتقدم هذه العملة الرقمية بديلا آمنا وفعالا للمواطنين والشركات عن النقد المادي، يمكن استخدامه لإجراء مدفوعات آمنة وشفافة وفورية. هل يمكن أن يحل اليورو الرقمي محل النقد؟ لا يمكن أن يحل اليورو الرقمي محل النقد، وهو ببساطة مكمل من أجل تزويد المستخدمين الأوروبيين بخيار رقمي آمن لمعاملاتهم. إذن لماذا يرغب الأوروبيون في اعتماد داخل منطقة اليورو؟ في عالم يتزايد فيه الطلب على وسائل الدفع الإلكترونية الآمنة والفعالة، يقدم اليورو الرقمي نفسه على أنه ابتكار رئيسي يمكن أن يقدم بالفعل العديد من المزايا للمستخدمين الأوروبيين، من بينها سهولة الاستخدام، حيث يمكن للمستخدمين إجراء مدفوعات فورية سواء عبر الانترنت أو شخصيا بدون الحاجة إلى استخدام النقد. أيضا انخفاض تكاليف المعاملات تحديدا في المدفوعات عبر الحدود. كذلك تعزيز الأمن والخصوصية، حيث يمكن لليورو الرقمي أن يساعد في حماية المستخدمين من مخاطر تزييف العملات ومنع الاحتيال. كذلك الشمول المالي، ستسمح العملة الرقمية لعدد أكبر من الناس بالوصول إلى الخدمات المالية، لا سيما في المناطق التي يكون فيها الوصول إلى البنية التحتية المصرفية محدودا. إذن كيف سيعمل اليورو الرقمي؟ لم يتم بعد تحديد الأداء الدقيق لليورو الرقمي بشكل كامل، ولا يزال ذلك موضوع العديد من الدراسات والتحليلات المعمقة، لكن بناء على التفسيرات التي قدمها البنك المركزي الأوروبي والمناقشات الحالية، ستعمل العملة الرقمية بالنظام المتمثل في الإصدار والاحتياطي، حيث سيصدرها البنك المركزي الأوروبي، وستعتمد على تقنية آمنة يبلغ قطر الواحدة منها يعتمد على تجهيزات آمنة. المحافظ الرقمية، سيحتاج المستخدمون إلى محفظة رقمية آمنة لإدارة وتخزين اليورو الرقمي، ويمكن توفير ذلك من قبل البنك المركزي أو من قبل مقدمي الخدمات المالية. ماذا عن التحويل؟ هذه نقطة مثيرة للاهتمام للغاية، لأنه يمكن استبدال اليورو الرقمي بسعر تحويل ثابت باليورو المادي الحالي. ماذا عن المعاملات؟ يمكن استخدام اليورو الرقمي لإجراء معاملات فورية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول أو تطبيق أو بطاقات الدفع أو غيرها من الوسائل الإلكترونية، ويمكن إجراء المدفوعات من نظير إلى نظير أو مع التجار الذين يقبلون اليورو الرقمي. الأمن والسرية أيضا من بين ميزاته، حيث سيتم بناء اليورو الرقمي بتدابير موثوقة مثل التشفير وآليات التحقق من الهوية وبروتوكولات حماية البيانات، ويجب أن يحمي هذا خصوصيات المستخدمين، بالإضافة إلى أصولهم المالية الرقمية. ولكن كل ما سبق وكل هذا لا يعني أن مشروع اليورو الرقمي لا يطرح العديد من المخاطر التي لا تخفى عن الخبراء الماليين، من بينها المنافسة مثلا مع العملات الموجودة. إذا تحول المواطنون الأوروبيون بكثافة إلى هذا الشكل الجديد من المال، إضافة إلى السرية والخصوصية، فهو بطبيعته أقل سرية من العملة التقليدية.